اهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس كورس تعلم الوورد من الصفر حتى الاحتراف. الت شيفت اتحولي، تبص معايا هنا بقت عربي. طيب الت شيفت تاني هتبقى انجلش. تمام اهي. طب نرجع كده نخلي اللغه عربي. الت شيفت خلاص كده. تاني حاجه لازم تتاكد منها حجم النص هنا، حجم الفونت ونوع الفونت اللي حضرتك هتشتغل بيه. طبعا هنا ببدا اخد مقاسات معينه، او لو في حاجه معينه ببدا ادوس دوستين هنا كده وابدا اكتب اللي انا عايزه. لو 45 مثلا وادوس انتر هيبقى هنا، بص حضرتك عملها لي 45 او 14 انتر. تمام رجعتها هنا، بختار نوع الخط اللي انا هشتغل بيه. تمام بنسميه الفونت. هنا الخط لو هنخلي الخط تقيل هندوس على البي دي، هنخلي الخط مايل هندوس على الاي، هنسمي هنخلي الخط تحتيه خط يعني مثلا محمد. لو ظللناها كده بندوس دوستين على الكلمه بتتظلل. لو دوست من الكيبورد كنترول يو اعمل تحتها خط، او ادوس هنا. تمام الكيبورد هيظهرها مع بعض، واجي هنا اظلل تاني الكلمه اهي محمد، ونخلي دي انجلش مثلا او عربي مش هتفرق معايا. ادوس كنترول يو لغالي الخط اهو تاني، كنترول يو بقى تحتها خط. طيب هتقل الخط كنترول بي اهو. تمام طب خط مايل كنترول اي. تمام سوري انا دوست كنترول ال، اقول لكم الكنترول ال برضو بتعمل ايه. هنا كنترول اي تاني، ادي كنترول ودي اي بقى خط مايل. تمام عايز اخلي الكتابه دي في النص كنترول اي، بقت الكتابه في النص. طب عايز اخليها هنا على الشمال كنترول ال. تمام ارجع تاني على اليمين كنترول جي. نحفظ كويس قوي الاختصارات دي عشان هتفيدنا في الشغل. تمام طيب عايز اكبر الخط كنترول دال. ده اللي هيخلي لكم اللغه الاول عربي عشان ما تتلخبطوش. هنا عربي اهي. تمام نيجي هنا كنترول ده. بص حضرتك طول ما انا دايس بتكبر معايا، بص هنا بقت 60. تمام عايز اصغرها كنترول جيم. كنترول جيم بنزل اهو. لو بصينا على الشريط هنا اللي بينزل معايا تاني اهو كنترول جيم لحد المسافه اللي انا عايزها. تمام عايز ارجع في اللي انا عملته كنترول زد اهي. اللغه انجلش عشان نشوفها كنترول زد. تمام كل كنترول زد بترجعني حاجه تانية، بترجعني يعني ايه اندو خطوه لورا. تمام طيب كنترول اكس، ركز معايا كنترول اكس بعمل قص للكلمه. طيب عايز احطها تاني او لاست كنترول في، خلاص عملت لها لاست. طب اخد اختصار كوبي منها اظلل الكلمه زي كده وادوس كنترول سي، واجي في المكان اللي انا عايزه. لو هنا هدوس انتر تحتها وادوس كنترول في بقت الكلمه معايا تاني اهي. تمام كنترول اس طبعا بحفظ الملف، او في حاجه افضل لو انا عايز احفظ الملف باسم معين بدوس اف 12 في الكيبورد. اف 12 ندوس هنا كده وندوس اف 12 هيبدا يوريني مكان الحفظ، بيقول لي هتحفظ فين. لو احفظ على الديسك توب وهنسميه محمد مثلا او اي اسم واقول له سيف. تمام كده الملف انا حفظته. لو رحت على الديسك توب هنا اخفي كده بقى الملف معايا اهو. يبقى لو قفلت الملف في اي وقت كده، انا قفلت الملف وهبدا افتحه تاني فتح معايا بنفس ايه اخر حاجه انا عملتها. تمام طبعا برضو الناس اللي هي ما تعرفش لسه التعامل مع الكيبورد ناخد نظره سريعه كده. عندي هنا ده الت وده الت ماشي. الت ده بينفعني في شغل زي مثلا الت انتر، الت اف 4 لو عايز اقفل الصفحه كلها. تمام عندي كنترول وعندي هنا كنترول، نفس الكنترول اللي هنا هو نفس مهمته هنا. الت هنا على اليمين هي نفس مهمه الت على الشمال. المسطره طبعا وبنسميها سبيس اللي بتعمل مسافات، يعني انا بعد كل كلمه لو هكتب مسطره بص كده حضرتك كل مسطره بتعمل لي مسافه. تمام عندي برضو الشيفت هنا
يعني انا لو اعمل الت شيفت او كنترول شيفت بحول الكتابه من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. عندي كابس لوك لو انا بكتب انجلش وعايز الحروف تبقى كبيره، بدوس كابس لوك هنا بينور لي لمبه تانية هنا بتاعه الكيبورد. عندي التاب، التاب ده طبعا لو انا بعمل جدول او بعمل حاجه وبنقل من حاجه لحاجه او فاتح اقواس وبنقلها بمسافه معينه ببدا ادوس على التاب. عندي بعد كده اسكاب برضو بحتاجه. بعد كده في برضو الانتر، في برضو باك سبيس. باك سبيس لو بمسح بيها، يعني انا لو ظللت دي كلها دوست باك سبيس خلاص مسحها، ببدا امسح كده كل اللي كتبته اهو كده، الصفحه بقت زي ما هي، اشيل العلامات اللي انا عاملها دي، وهنا اخلي الفونت 14. عندي هنا الدل، عندي هوم لو عايز اطلع لاخر الصفحه من تحت لفوق بدوس كنترول هوم، في كنترول ان، وفي كنترول باك داون وباك اب، كل الحاجات دي هنشرحها. في برنت سكرين دي لو عايز اخد لقطه للشاشه كلها واحطها في اي مكان، ببقى واقف بس في اي مكان وادوس برنت سكرين بياخد لقطه للشاشه، بروح في اي مكان انا عايز احطها وادوس على كنترول في، تمام، بيبدا ياخد لي اللقطه اللي انا عايزها. اتفقنا زي ما قلنا هنا طبعا الارقام من 1 لـ9 وبعدين الزيرو. في هنا على اليمين في الكيبورد اللي عند حضرتك برضو بيبقى فيه من مجموعه الارقام هنا النمبرز، بتبقى في المجموعه دي كده بعد الحروف دي، تمام. هنا الاسهم اللي فوق تحت يمين يسار كده. احنا بيتهيألي الحاجات الاساسيه اللي حضرتك ممكن تعتمد عليها طبعا في الشغل. هنا الحروف طبعا بدوس شيفت، ولو بختار اي حاجه هنا بيجيب لي الحرف اللي فوق، ولو دوست على الحرف من غير شيفت بيجيب لي الحرف اللي تحت. طبعا هنا لو عملت الت شيفت خلي الكتابه عربي تبدا الحروف تظهر معايا اللغه العربيه كلها زي ما هي كده. طبعا هنبدا برضو نشرح. عندي الاثنين هنا لما بدوس شيفت واثنين بيديني اد، او شيفت وثلاثه شباك، او شيفت واربعه اس اللي هي دولار، شيفت خمسه اللي هي في الميه، تمام. ده كله طبعا انا اتطرق ليه بس قدام شويه، نبدا بقى نكمل مع بعض كده عشان ما نتوهش من بعض. لو حضرتك هتجيب نص دلوقتي انت بتعمل بحث وهتبدا تجيب نص من على الانترنت عن اي حاجه مثلا، نيجي هنا كده، انا هاجي هنا في علامه البحث بتاعت جوجل وهكتب الاهرامات. طبعا اول موقع هيظهر لي ويكيبيديا، طبعا عارفين ويكيبيديا ده موسوعه بتلاقي فيها كل حاجه تخصك. هنبدا نجيب هنا لو انا هتكلم في البحث عن الاهرامات مثلا، ماشي، هبدا هنا نقول لماذا الشكل الهرمي، لا الاهرامات وابو الهول. هنبدا كده ناخد مثلا النص ده كده كوبي، نعلم على النص كده كوبي او كنترول سي، وهنروح للصفحه بتاعتنا هناخد ده بيست او كنترول في، تمام. اوقات حضرتك بتاخد النص لما تجيبه من على الانترنت بتلاقيه بالشكل ده، تمام. انا المفروض الورقه عندي دي ورقه بالعربي، المفروض بتبدا معايا منين؟ من اليمين لليسار. طيب الورقه هنا بص حضرتك هنا كده، اولا الحاجات اللي متعلم عليها باللون الاخضر دي كلها، تمام، ده بيتسمى هايبر لينك. يعني ايه هايبر لينك؟ يعني اما حضرتك تدوس كنترول كده مجرد ما تدوس على الهرم الاكبر هنا بص كده هيوديك على الصفحه في الانترنت، تمام، على التعريف بتاعها. هوريك دلوقتي ازاي تعمل هايبر لينك لاي جمله عندك او لاي مكان في الجهاز في ملف وورد، تمام، بس احنا مش في الموضوع ده دلوقتي. احنا دلوقتي اخدنا ده كده، هنبدا اول حاجه الكلمات اللي زي كده هنشيل منها الهايبر لينك من على الكليك يمين، وهندوس ايه ريموف هايبر لينك، كده بقت كلمه عاديه، تمام. برضو دول كده نفس الموضوع اهو، ندوس كده خلاص شيلناها منه، هفرع برضو اهي ريموف هايبر لينك او الهول نفس الموضوع. اي كلمه متعلمه بالازرق قدام حضرتك دي بتبقى عليها ايه هايبر لينك. هايبر لينك يعني ايه؟ يعني معمول لها رابط بيوديها على الانترنت، لو دوست كليك في الكيبورد كنترول ودوست بالماوس بيوديك للصفحه. طيب انا الصفحه جايه قدامي كده، انا عايز الكتابه تبقى من اليمين لليسار. طيب انا عندي هنا لما نطلع كده ونبص، بص حضرتك هنا كده
هنلاقي دي مكتوب عليها right to left text direction. يعني ايه؟ يعني النص من اليمين لليسار، عكسه طبعا هنا من اليسار لليمين. طب نحدد النص كده، لما بندوس دبل كليك على النص بيتحدد، بيتظلل قدامي كده. خلاص اخترته كده، بص حضرتك بقى عامل ازاي قدامي. انا النص مثلا لو هو عامل كده، النص كده، اول حاجة هختار المساحة بتاعتي، اشوف دلوقتي الحجم اللي انا عايزه بيه النص، هنخليه 16 مثلا هنا، وعايزه يبقى هنا ايه تام او مظبوط. طيب هاجي على justify هنا كده اهي، وبدوس كده اول واحدة اللي هي بتبقى كاملة، لما ندوس عليها كده بص حضرتك، بص هنا كده عملها لي ازاي. طيب لو دوست على اللي بعدها هنا هلاقي النص مشدود معايا، واختلفت الكلمات شوية. لو دوست على اللي تحتها بقى مشدود اكتر، تمام. دوست على اللي تحت بقى مشدود ايه بمسافة اكبر. فانا المفضل لينا او اللي نشتغل عليه justify الاولاني. وبكده نبقى خلصنا درس النهاردة من كورس احتراف مايكروسوفت وورد. استنونا بقى الدروس الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.